وجب أن ألفت انتباه القارئ إلى شيء مهم. ربما لدي نوع من الحساسية اتجاه اعتبار روايتي رواية تاريخية. أنا إلى حد ما أرفع الصفة عن عملي أن يكون عملا تاريخيا، بل عمل يستثمر التاريخ ويعتبره أحد الأدوات المهمة التي يستثمرها ويستغلها ويوظفها ليجعلها في خدمة الرواية وليس العكس، وليس أن تخدم رواية التاريخ، وإن كان هذا جائزا. أنا بالنسبة إلي التاريخ أداة من الأدوات التي نستثمرها لأجل الرواية. نعم، هذا أولا. فيما يخص العودة إلى الماضي، لأقول من جانب آخر أنني شغوف بماضينا، وأعتبر أن القراءة الصحيحة للماضي تساهم في قراءة صحيحة للحاضر، وأن التدقيق في الحاضر يعني استشرافا لمستقبل آمن. اهتمامي بالماضي له ما يبرره، واختيار الزمان كاختيار المكان كلاهما ليس من عبث، إنهما اختياران أساسيان واستراتيجيان. بمعنى إن الفترة الزمنية المحددة والتي تلت 1492 القرن الخامس عشر ثم القرن السادس عشر كانت محطة فاصلة في تاريخ الإنسانية جمعاء وليس في تاريخ العرب. حط خلالها الإنسان العربي الحضارة لآخرين وانتقلت إلى الغرب، تم اكتشاف القارة الأمريكية وتم تغيير الطرق التجارية وتم القفز فوق الوساطة التي كان يلعبها العرب. سقطت غرناطة وسقطت الحضارة العربية الإسلامية للأسف، نتمنى نهوضنا قريبا. إذن هذا المخاض الذي عاشه الإنسان العربي تجسده الحقبة بشكل دقيق. إنه تنازع داخلي لأجل السلطة، وصراع ضد الأجنبي، ضد البرتغالي والإسباني، ضد الآخر الذي يطمح في الأرض ويمس العرض والثروات إلى ما دون ذلك. كذلك هناك الأخ الشقيق أو الأخ الذي تتقاسم معه الدين، ألا وهو العثماني، الذي يطمح كذلك إلى أن يمتد إلى أطول مدة ممكنة. كذلك حاولت أن أعرف القارئ العربي على هذه الفترة، سيما أن معظمنا لا يعرف أن المغرب ظل خارج الهيمنة العثمانية. إذن هي تمام، هو الدولة العربية الوحيدة التي ظلت بعيدة عن الحكم، وكان ذلك عن طريق صراع برير، يعني له تفاصيله الكثيرة. إذن الحقبة حقبة مهمة، ولعل ما يجعلها قريبة للواقع كذلك أننا تقاسمنا الخوف من الوباء، اختبار مواجهة الموت الذي واجهناه مع كوفيد، والذي واجهته الشخصيات كلها، والذي واجهته شخصيا كباقي الناس في الحجر الصحي. إذن قاسمت شخصيا الشخصيات نفس الواقع، وكان لهذا أثره البليغ على نفسي وعلى النص. وإذا تعلق الأمر بالشوق الثاني فالمسؤولية قد تكون صعبة، يعني قد تتطلب سنوات أخرى، سيما أن المشروع الذي أشتغل عليه حاليا هو مشروع بعيد عن الحقبة الزمنية التاريخية. ولكن كما قلت، كما تفضلت تماما، يعني الفكرة موحية جدا، ولعلي أسرق الفكرة منك وأجعل منها واقعا أما قريب. للتذكير وللإشارة، يعني أنا كاتب المهمشين يعني، وأناصر المهزومين دائما يعني، ولا مانع لدي أن أجعل من رواية قادمة استثناء فتكون رواية للمنتصرين في معركة وادي المخازن.